إلى الشأن الإيراني الآن، فقد بدأ مجلس صيانة الدستور في إيران النظر في اختيار المرشحين المؤهلين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة من بين مئات المتقدمين للترشح. كل من هؤلاء يسعى إلى تقديم نفسه على أنه الأفضل من غيره في عملية يراد لها إعلاميا أن تظهر إيران بمظهر البلد الديمقراطي الذي يحقق للشعب ما يريد ووفق ما يريد. لكن حقيقة الأمر أن كل هؤلاء المرشحين بغض النظر عمن سيتم اختياره ومهما تكن هوية الفائز بينهم سيبقى تابعا لإرادة المرشد ينفذ مشيئته العليا مهما كانت، حتى لو قامت على حرمان المواطن الإيراني من كثير من الحقوق وأرست سياسة تهميش الأقليات والتدخل في شؤون دول الجوار والسعي لإثارة القلاقل فيها بشتى السبل. تتعدد الأسماء وتسجل الترشيحات لرئاسة إيران في صورة تنسي المشاهد لوهلة أن الكلمة الفصل لا تزال في يد المرشد الأعلى علي خامنئي. أكثر من 1600 شخص، من بينهم أكثر من 130 امرأة، قدموا ترشيحاتهم، لكن هذه الترشيحات لا تعتبر قائمة في ظل الفحص الذي يجريه مجلس صيانة الدستور، إذ يقيم المجلس كفاءات المرشح السياسية والإسلامية حتى يقبل ترشيحه الأولي في لائحة تضم الأسماء النهائية المرشحة للرئاسة. لائحة المرشحين التي سيعلنها المجلس في 27 من الشهر الجاري أو قبلها بأيام لن تضم أسماء يعترض عليها خامنئي، وهو ما تؤكده تجارب الانتخابات السابقة، إذ يؤكد مراقبون أن مرشد الجمهورية الإيرانية وكل محمود أحمد نجاد بالرئاسة سابقا وانقلب عليه عند دعمه حسن روحاني في الانتخابات الأخيرة رافضا العزلة الدولية التي وقعت إيران فيها في عهد نجاد. ولطالما أشار متابعو الملف الإيراني إلى أن الانتخابات تعتبر شكلية يحدد المرشد الأعلى نتيجتها مسبقا. هذه الصورة ترفع من حظوظ إبراهيم رئيسي الذي يوصف بالتشدد للفوز بالرئاسة في ظل العلاقة الوثيقة التي تربطه بخامنئي. من جهته قد يدفع الرئيس السابق نجاد ثمن ترشحه على عكس رغبة خامنئي عبر غياب اسمه عن لائحة المرشحين لرئاسة البلاد بدءا من 19 من الشهر المقبل. وفي كل الأحوال لا يخفى على كثيرين وهم الديمقراطية الذي يسعى إلى رسمه حراس الثورة بشأن عملية اختيار الرئيس، لا سيما وأن الأمر والنهي يبقيان في يد المرشد ومن حوله حتى لو لم يصب في مصلحة المواطن الإيراني. معنا الآن من عمان مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية الدكتور نبيل لاتوم. دكتور نبيل مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. نتحدث عن مفاجأة حقيقة في آخر أيام الترشيح، شخصيات عديدة، شخصيات مهمة قدمت أوراق ترشحها. إلى أي مدى هذا يعقد المشهد الانتخابي الإيراني، أم أن هذه الأمور تبقى في نهاية المطاف مسألة شكلية لا أكثر ولا أقل؟ مساء الخير أستاذ مهند. هذه أمور هي أمور شكلية، أمور بروتوكولية. عادة يعني القائمة النهائية سوف تضم ليس أكثر من 4 إلى 5 مرشحين حسب تجارب إيران السياسية السابقة. الآن هنالك اصطفاف غير مسبوق للتيار المحافظ مدعوم بمرشد الثورة والمؤسسات الصلبة، المؤسسات العميقة في إيران، خلف إبراهيم رئيسي على اعتبار أنه هو مرشح التيار المحافظ. أيضا هنالك اصطفاف أعتقد ليس بهذا الحجم خلف الرئيس الإصلاحي، خاصة أنه حسن روحاني، خاصة أنه احنا نتحدث الآن عن اختلافات كبيرة بين أجنحة التيار الإصلاحي. في نهاية المطاف الأمر سوف يحسم بتقديري هذه المرة لصالح التيار المحافظ. يعني حسب التجارب السياسية في إيران كان هنالك 7 رؤساء لإيران بعد الثورة الإسلامية، 4 استطاعوا أن يتكرروا مرتين بمعنى نجحوا في دورتين متتاليتين و3 لم ينجحوا. أعتقد أنه الآن حسن روحاني سوف ينضم إلى التيار الذي سوف يتم تهميشه خلال الفترة القادمة نظرا لعدة اعتبارات. الآن من سوف يتم ترشيحه الآن في هذا المنصب في هذا التوقيت الدقيق بتاريخ إيران سوف يكون له دور مهم ومحوري في منصب الإرشاد القادم.
الآن في ظل ربما كثير من التحليلات التي ترجح تدهور صحة خامنئي الذي يعاني من سرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة والنهائية، وبالتالي منصب الإرشاد سوف يحسم من خلال الانتخابات القادمة، خاصة أنه لرئيس الجمهورية دور محوري ومهم في اختيار هذا المنصب الحيوي والمنصب القيادي في السياسة الإيرانية، سواء على الصعيدين الداخلي أم الخارجي. لافت دكتور نبيل أن هناك عدد من الشخصيات المحافظة أو المتشددة التي أيضا أدلت بأوراق أو قدمت أوراق ترشحها في هذه الانتخابات، إلى أي مدى هذا يعكس أيضا وجود انقسامات داخل التيار المحافظ في إيران اليوم؟ الآن هنالك دور لمجلس صيانة الدستور في فلترة هذه الأسماء خلال الخمس أيام القادمة، ويمكن التقدير يعني التمديد لخمسة أيام أخرى بمعنى 10 أيام. الآن التوافق ما بين مرشد الثورة وما بين الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الصلبة في إيران سوف يكون لها الدور الفصل في اختيار رئيس الجمهورية. الآن أنا حسب رصدي للخطوات التي سار بها رئيسي كانت خطوات أعتقد تشي بأن المرشد بات يهيئ هذا المنصب لإبراهيم رئيسي تمهيدا لمنصب الإرشاد، لأنه خامنئي خلال التجربة السابقة انتقل من منصب رئيس الجمهورية إلى منصب المرشد بعد التوافق عليه، خاصة أنه كان مطروح هنالك سيناريوهين بعد وفاة الخميني. السيناريو الأول هو مجلس لشورى القيادة مكون من 3 أشخاص، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الخبراء ورئيس السلطة القضائية، وهذا لم يحظى بموافقة، حيث تم الاختيار على منصب من خلال شخص واحد يقود موقع الإرشاد نظرا لأهميته وخطورته. الآن أنا يعني إبراهيم رئيسي خلال الفترة السنة الماضية تم تقديمه بعدد من الخطوات بتوجيه من المرشد. الأمر الأول تم ترفيعه إلى رتبة آية الله، والأمر الثاني تم أيضا إعطاءه ومنحه فرصة إعطاء دروس ما يعرف بالخارج، وعادة المرشد الثورة هو الذي يقوم بإعطاء مثل هذه الدروس. المنصب الثالث تم ترقيته إلى منصب رئيس أو سادن العتبة الرضوية، وهذا المنصب يعتبر من أخطر المناصب السياسية والاقتصادية في إيران، حيث يشرف من خلال هذا الموقع على 54 شركة مهمة ومحورية ضمن الاقتصاد الإيراني ولها علاقة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. الأمر الخامس أو المؤشر الخامس هو إعطاء هامش لمخاطبة الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وكان يجلس بشكل مرتفع عن قائد الحرس الثوري، حيث قام قائد الحرس الثوري بإعطاء محاضرة حول ما يعرف بالتحديات التي تواجه إيران، وعرض لأبرز هذه المشاكل وطبيعة تصرف الحرس الثوري إزاء هذه المشكلات. وعادة مثل هذه التقارير لا يتم إعطائها إلا أمام مرشد الثورة الإيرانية. طيب دكتور نبيل، يعني إلى أي مدى هناك إجماع على إبراهيم رئيسي داخل التيار المحافظ؟ هناك يعني من يقول أن هذا الإجماع غير موجود، والدليل أن هناك عدد من الشخصيات المحافظة الأخرى تقدمت بأوراق ترشيحها. هل هناك بالفعل إجماع على السيد رئيسي على الرغم من أنه مرشح المرشد الأعلى؟ الآن الاختلافات هي أمر طبيعي وأمر أعتقد صحي داخل إيران، هذا حتى يعطي يعني رأي عام بأن هنالك ديمقراطية وأن هنالك حرية في التعبير وأن هنالك حرية ترشيح. نحن نتحدث الآن عن 1338 مرشح، الآن هؤلاء سوف يتم إعادة فلترة. الآن بالمقابل هنالك الأسماء القوية في التيار المحافظ مثل علي لاريجاني أحجمت عن المشاركة في هذه الانتخابات، على الرغم من أنه حظوظه كانت كبيرة مقارنة مع المرشحين المحافظين الآخرين باستثناء إبراهيم رئيسي. الآن يبقى في نهاية المطاف حدوث ما يسمى بالكومبرومايز أو بالتسويات ما بين مرشد الثورة من ناحية والحرس الثوري في من ناحية أخرى،
وبالتالي هنالك مصالح عليا، وكما ورد في التقرير الذي تم عرضه قبل قليل أثناء التعليق على الانتخابات الرئاسية، أنه حتى هذا المنصب يعني هي أشبه بأمور يعني تعيين من جانب مرشد الثورة أو هبة من جانب مرشد الثورة، وهذا ما اتضح من خلال يعني الانتخابات أو التجارب السياسية السابقة لمنصب رئاسة الجمهورية، عندما تم تقديم أحمد نجاد على المرشحين الآخرين يعني وأدى إلى ما يسمى بالثورة الخضراء التي انتهت بربيع إيراني دموي. يعني هذا بيعطينا تصور واضح على أن المرشد في نهاية المطاف والحرس الثوري أو الباسداران هما المعنيان بتقرير هذا المنصب والشخصية المخولة بتقلد هذا المنصب. شكرا جزيلا لك دكتور نبيل لاتوم، مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية، كان معنا من عمان.